صباح الخير يا سابع، كيف حالكم؟ صايمين؟ طب اشتريتوا للعيد؟ ما هلا يا سابع، بدي احكي اليوم عن كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الحواس الخمسة. مين بيحكي لكم عن الحواس الخمسة؟ تفضلي سعى. حاسة اللمس. وملاك. البصر. مين كمان يحكي لي؟ عريم. الذوق. وحنا. برافو عليكم. هلا انا لما بدي اجي احكي عن الحواس الخمسة، مثلا كيف لما المس هاي الطاولة اول مرة بحسها ناعمة، لما اجي اشوفها كمان مرة مش مضطرة المس عشان اعرف انها ناعمة، بعرف لحالي. مين بيحكي لي ليش؟ تفضلي ريم. صح، برافو عليكي. مين كمان يحكي لي ليش؟ هلا ربنا ربط العقل بالحواس، عشان هيك لما اول ما المس الشيء بيتخزن عندي بالذاكره انه هذا الشيء صار خلص موجود عندي، انه هاي الشيء ناعمه، فمش مضطر ارجع المسها كل مره. مثلا انا اجيت اليوم شفتكم، صرت ما كنت بعرفكم، لما اجي بكره اشوفكم خلص صرت عارفه انه انتم يعني مارقين علي وبعرفكم مين انتم، عشان هيك صرت خلص يعني هاي الذاكره مربوطه بالحواس. هلا ربنا كمان نفس الشيء، الإنسان لما ربنا خلقه ضل عنده نقص، بيحس بالنقص، فبيحاول كل مرة إنه يعوض النقص هذا، بيخترع إشي جديد. فشو اخترع عشان يحاول النقص يعوض النقص اللي عنده؟ مين بيعرف؟ اخترع. تفضلي سعى. اخترع أشياء كثيرة، مثلا اخترع اللابتوب والكمبيوتر والتليفون. برافو عليكي. برافو عليكي. هلا هو ضل يحاول، بده يريح حاله من الاشياء المعقده، الاشياء المتعبه اللي هو بيستعملها، عشان هيك اخترع الحاسوب. بدرسنا اليوم بده يحكي عن الحاسوب يحاكي عقل الانسان. مين بيطلع يكتب لي اياها؟ هلا الحاسوب يحاكي عقل الانسان. هلا زي ما احنا عندنا لما المس انا اشي، هذا الشيء بيكون عندي لما المسه وحده ادخال. لما دخلت أنا هاي المعلومة على الذاكرة تعتبر إيدي وحدة إدخال، والذاكرة عنا اللي هي عنا صار فيها معالجة وتخزن في الذاكرة عن وحدات التخزين إنه هذا الشيء ناعم. نفس الشيء الحاسوب، فيه وحدات إدخال ووحدات إخراج ومعالجة. مين يساعد مين؟ هون زي ما احنا شايفين عندنا في وحدات ادخال من هون بتدخل، اللي هي زي مين يحكي لي زي ايش وحدات ادخال لما تيجوا تكتبوا شيء على الكمبيوتر؟ ايش بتكتبوا؟ زي ايش؟ الكيبورد. ممتازه. الكيبورد تعتبر هاي لوحه المفاتيح، تعتبر وحده ادخال. هلا بتفوت على وحده المعالجه المركزيه، بتتعالج المعلومه اللي احنا كتبناها، الحرف اللي احنا كتبناه بتتعالج جوا الحاسوب، فبتنحفظ في الذاكره الرئيسيه. لبعد ما تنحفظ بالذاكره الرئيسيه بيكون في شيء اسمه وحدات اخراج. هاي الوحدات الاخراج اللي هي بتطلع لنا المعلومه زي ما احنا بدنا، زي عشان ترضي المستخدم ويستفيد منها. ففي حدا مش فاهم؟ مين بيحكي لي شو هو الحاسوب؟ مريم. الحاسوب هو آلة يعمل على إجراء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات بدقة وسرعة. ممتازة. مين بيعيد؟ عريان. هو آلة تعمل على إجراء العمليات الحسابية ومعالجة البيانات بدقة وسرعة عالية. برافو عليك. هلا طيب مين بيحكي لي بيستنتج لي هيك شو فايدته الجهاز الحاسوب؟ شو أهميته عندنا بحياتنا؟ إيش ساعدنا؟ تفضلي. بخزن المعلومات المهمة. وكمان؟ برافو عليك. كمان مين بيحكي لي؟ شو كمان ساعدنا؟ تفضلي ريم. التواصل. حلو. غير التواصل شو في عنا؟ تفضلي. حل المسائل الرياضية المعقدة. ممتازة، برافو عليكي. هلا أهمية الحاسوب. هلا الحواسيب، مين يقرأ لي إياها الجملة الأولى؟ تفضلي. عملت الحواسيب على تغيير الطريقة التي كانت سائدة في تأثير العديد من المجالات مثل الأعمال التجارية والتعليم والصناعة والمواصلات. مين؟ تحكي لي شو فهمتي منها ولا اخلي حدا تاني؟ يعني انه الحاسوب لما اجى الانسان اخترع عشان يساعده في اكثر من شغله، مش بشغله واحده. مثلا ساعده في الاعمال التجاريه زي انه يدخل اسعار الاشياء يعني ويحسب سعرها، وفي التعليم زي هلا مثل ما احنا بنشوف، في الصناعه وكمان في المواصلات. برافو عليكي.
هي بتحكي زي ما فهمت انه زمان كانوا لما يجوا بدهم يكتبوا في مثلا في الشركات التجارية كانوا يكتبوا الاشي على ورق ويتخزن في اكثر من ملف، واذا ضاعت الورقة تصير مشاكل ويخسر وتخسر الشركة والربح. فهلأ الحاسوب اجى ريحهم، اول شيء بيكتبوا بسرعة، ثاني شيء انه بينحفظ اكثر من مرة، اكثر من مجلد بيقدروا بيحفظوه، ولما بدهم شيء مش يعني ما بيرجعوا لملفات قديمة وبيقعدوا يدوروا، بيلاقوا كل اشي جاهز بس مجرد انهم يبحثوا عنه بكلمتين في ثواني بسيطة. الثاني مين يحكي لي؟ تفضلي. يقدم العديد من الخدمات حتى يعمل على تحسين مستوى الأداء، فأصبح يستخدم في كل مكان في جميع المجالات، مثل الأعمال الكتابية المضنية في المكاتب التي كان يقوم بها عدد كبير من الموظفين المكتبيين. برافو عليك. يعني هاي انه مثلا كيف السكرتارية بيكون السكرتير عنده عليه مليان يكتب اشياء وملفات، بده يجهز اوراق للموظفين، مثلا بده يجهز لهم ورقة قسيمة الراتب، بده يجهز لهم شغلات كثير. فعشان هيك يعني صار متعب على انه يكتب كل شيء بايده، فصار لا كل شيء بيكتبه على الحاسوب، هيك بيصير اسرع له واريح له، ويعني يعني بيضل مرتاح وما بيرهق حاله كثير عشان راتب بسيط. كمان عندنا ما حكينا عن التعليم، يعني زي لما يجوا يشرحوا، لما يجوا يعملوا لنا شهاده المدرسه، لما نيجي احنا نعملها شهاده المدرسه لكم، زمان كانوا ايش يعملوا؟ يكتبوا الارقام كلهم كتابه وبعدين يجمعوهم، وممكن تطلع غلط لانه بدهم يجمعوهم على الاله الحاسبه. تخيلوا لا 300 400 طالب بالمدرسه، رح تكون سهله بسيطه الشغله؟ لما بده يقعد واحد هيك يعملها طول اليوم لحاله بدها كثير، صح؟ هلا مثلا عندنا الاكسل، بيدخلوا بس البيانات عليه في ثواني بسيطه جدا. في حدا بيعرف الاكسل؟ في ثواني بسيطة بيكون طالع بس عن خدمة، يعني كلمة صغيرة اسمها السم، بنكون احنا جامعين المعدل وبنكون طالعين الأفرج المعدل. يعني في حد مش فاهم؟ ايه الثالثة مين يقرأها؟ تفضل يا ندى. تساعد العلماء والباحثين على فهم أوضح وأعمق الطبيعة، وتعطي الأشخاص الذين يتعاملون مع الكلمة طريقة فعالة لدرجة الوثائق، وتمكن المصممين والفنانين من رؤية أشياء لم تكن ترى من قبل. يعني مثلا زي لما كانوا علماء الفضاء زمان ما كان عندهم هالأجهزة الحواسيب والأشياء اللي يعني تخليهم يشوفوا النجوم والأشياء بصورة دقيقة اللي يتنبؤوا للمستقبل، بس هلا صار عن طريق الحاسوب صار يعني بالضبط يحددوا كده القمر بعيد عن الشمس بصورة دقيقة جدا جدا، فهيك بيريحهم بيتنبؤوا للمستقبل بصورة أحسن. كمان المصممين والفنانين لما بدهم يجوا يصمموا يعملوا ديزاين لشيء معين تصميم، يعني ما بده يقعد يرسم بالساعات على ايده ويمكن يمحي ويخربش، لا عنده جهاز الحاسوب، في مثلا برنامج الرسام بيرسم بكل بسيطه، في الفوتوشوب بيعمل كل اشي بده اياه بسرعه وبسهوله يعني ودقيقه جدا. مين يجاوب لي على هذا السؤال؟ اقرئي لي اياه يا علين. لماذا يعتبر الحاسوب من اكثر الالات اهميه واثاره للانتباه من بين الالات التي تم اختراعها الى الان؟ ليش يعتبر الحاسوب يعني بيجذب انتباه الناس وبيخليهم مشدودين لإله؟ ليه؟ أشوف حدا غيره؟ لأنه سهل حياتهم، تخزين المعلومات. حلو، ريم اسمه جواب. هو أكثر من وظيفة لأنه. برافو عليكي، في حد تاني عنده جواب؟ تفضلي. أنا أغلب الأجهزة والأشياء اللي بسمعها بربطها في الحاسوب. مثل الأقمار الصناعية والشغلات اللي تثبت في الحاسوب، يعني الاعتماد كبير عليه. صح، كل اللي حكيته صح. هي حكت إنه بيقوم بأكثر من عملية وبيسهل عليهم الأشياء، وحكت إنه بيرتبط مع أكثر من جهاز مع بعض. لا هي الجواب، لأنه مين يقرأه؟ تفضلي. لأنه يقدم المعلومات بسرعة ودقة أدت إلى تغيير نظرة الناس إلى العالم، كما يمكن الأشخاص من الاتصال بقواعد البيانات الإلكترونية أينما كانت، لذلك برزت أهميته وأصبح الاستغناء عنه صعبا. في حدا بيستغني عن جهاز الحاسوب تاعه؟ يعني بنقدر إحنا خلص نرمي كل هالحواسيب ونصير نشتغل على إيدينا نرجع زي زمان؟ صح، صعبة؟ كيف بيشتغل جهاز الحاسوب؟ هلأ بيكون هلأ عندنا هون وحدات الإدخال، بيقوم المستخدم اللي عن طريق الكيبورد مثلا بيدخل الأشياء على المعلومات والبيانات اللي هو بده يدخلها على الحاسوب، بعدين بتقوم بتتخزن في الذاكرة، وبتقوم وحدات المعالجة بتعالج هاي البيانات والمعلومات اللي فاتت عليها وبتخزنها، وبعدين بترسلها للجهاز الإخراج، جهاز الإخراج اللي بده يطلعها للمستخدم بالطريقة اللي هي بتفيده. في حد مش فاهم؟ طب تعيدي لي شو حكيت؟
ارجع اعيد ماشي. هلا يعني انا بحكي انه المستخدم بيدخل بيانات على جهاز الحاسوب. هلا هاي البيانات بندخلها احنا من خلال لوحة المفاتيح، بتتخزن جوات الذاكرة. بعد ما تتخزن جوات الذاكرة بتتعالج على بيعمل الحاسوب نفسه اللي جواته، الاجهزة اللي جواته بتعمل على معالجة هاي البيانات، بعدين بيرسلها لجهاز الاخراج. هلا في اجهزة اخراج كتير عنا، زي مثلا الشاشة بتعرض لنا الاشي الجوات الاشي اللي احنا بدنا اياه، بس شو بصح الله بتعرض لنا الاشي اللي احنا بدنا اياه، بعدين يعني بيعرضها للمستخدم زي الاشي اللي هي اللي بتفيده، بترجع عليه بالفايده زي ما هو بده، بتسهل عليه. في حدا مش فاهم ضل؟ تفضلي ريم. في سماعه كمان. برافو عليكي، ممتاز. نعم، البيانات والمعلومات والتعليمات، مين بيحكي لي شو الفرق بينهم؟ شو تعريف كل وحده؟ طب البيانات شو بتعرف عن البيانات؟ تفضلي. البيانات هي زي معلومات بس نقدر نعدل عليها، يعني مستقبل مش نفس الشيء. تفضل. البيانات لما بندخلها الحاسوب قبل ما تتعالج تتم عمليه المعالجه. البيانات مثلا انا اسمي براء، انا اسمي هو عباره عن الماده اللي انا بدي ادخلها على اللي هي هاي البيانات اللي رح تتحول لمعلومات. المعلومات هي مجموعه البيانات اللي دخلناها عشان تتعالج، عشان تصير يعني عشان نطبق عليها التعليمات عشان تخدم. التعليمات هي مجموعه الاوامر اللي احنا بنقوم فيها وبندخلها على الحاسوب، بنأمره فيها عشان تساعدنا. هلا البيانات زي ما حكينا الماده اللي بتبنى منها المعلومات بعد المعالجه زي اسم الطالب. هلا في عندنا بيانات نوعين، رقميه وفي تماثليه. رقميه زي حروف، احرف وهجاء، يعني عادي اسمي انا يعتبر يعني حروف هجاء. تماثليه زي مثلا الاشي اللي بنعمله منه بياني زي درجه الحراره كيف بدنا نعملها، بصير زي التماثلي زي هيك مثلا. هذا الشيء عبارة عن بيانات، صح؟ بيانات، صح؟ هلا المعلومات هي البيانات اللي تمت معالجتها عشان تصير شيء ذات معنى للمستخدم زي ما حكينا، وبتكون يا اما على شكل نص، ممكن تكون على شكل جدول يحتوي على ارقام ومعدلات، وممكن تكون على شكل رسم بياني. في حد مش فاهم؟ التعليمات هي الأوامر المطلوب تنفيذها، وممكن إنها تكون تيجي عبارة عن قراءة، ممكن إجراء عمليات، ممكن إرسال بيانات، ممكن حفظ، ممكن طباعة. أحد مش فاهم؟ دورة حياة تنفيذ العملية، مين يحكي لي شو هنا؟ من أربعة. تفضلي. مرحلة الإحضار ومرحلة فك الشفرة وتنفيذ العملية وانتهى مرحلة التنفيذ. شو يعني مرحلة الإحضار؟ يعني مرحلة التحضير، يعني مرحلة لما ندخل البيانات على الحاسوب، يعني مرحلة الإحضار. يعني أنا لما بدي أجيب شيء، يعني زي ما حكى زميلكم إنه يعني أنا بدي أجيب معلومات، هاي هي مرحلة الإحضارها. هلا مرحلة الإحضار اللي هي عبارة عن مين يقرأ ليها؟ تفضلي. مرحلة الإحضار باتش، يقوم المعالج بإرسال الأمر للذاكرة الإحضار التعليمية التي سيتم نقلها. تقوم الذاكرة بتجهيز التعليمية المطلوبة، يتم نقل التعليمة المطلوبة من الذاكرة الرئيسة إلى داخل المعالج. شو يعني هذا الحكي؟ تفضلي. يعني مثلا أنا لما إحنا بدنا معلومة معينة، أول إشي في هاي المرحلة مرحلة الإحضار بتتنزل كلياتها، أنا المعالج بده يجيبها من المكان اللي إحنا مخزنينها عليه. احنا في هاي المرحله يعني ما بنكون لسه قادرين انا اشوفها، صح؟ زي بتحكي زميلتكم انه مثلا انه انا بدي اجيب المعلومه، ارسل المعلومات من الذاكره عشان اجيب التعليمه، بعدين بتقوم الذاكره بتجهيز التعليمه المناسبه لهاي المعلومه عشان يتم نقل التعليمه داخل المعالج. اشرح اكثر. هلا مثلا انا بحكي انه انا بدي اجيب معلومه، يعني بدي اجيب مثلا معلومات عني انا عن اسمي. هلا ايش بطلب من الذاكره؟ انا بكتب اسمي مثلا، بقوم جهاز الكمبيوتر بيطلب بيرسل الاسم على الذاكره عشان تجيب هاي المعلومه، عشان يساعدنا يعطينا الوسيله اللي احنا بدنا نستخدمها. بعدين بتقوم الذاكره بتجهيز العمليه اللي احنا بنقوم فيها، وبعدين بيتم نقل يعني بيجيب لي كل المعلومات الموجوده وبينقلها على وحدات التخزين، وحدات التخزين بتنقلها على ادوات الاخراج اللي بتفيد المستخدم عشان تعرض لي اياها. تنفيذ التعلميه هاي النقطه الثانيه.
شو يعني تنفيذ تعليمية؟ شو يعني تنفيذ؟ يعني المرحلة بتنفيذ تنفيذ الأمر اللي بدنا إياه. صح. تطبيق. صح مزبوط. يعني بتقوم الوحدة الوحدة الجوات الحاسوب بتقوم باستخدام الأداة المناسبة وبتحل وبتجيب بعد ما تم إحضار المعلومة بتقوم بتنفذ الأوامر على التعلمية وتنفذها. هي آخر مرحلة عندنا انتهاء مرحلة التنفيذ التعلمية التي تم إحضارها من الذاكرة. هلا بعد ما جبنا كل المعلومات اللي احنا بدنا اياها خلص بعدين يعني صار كل شيء بدنا اياه واستفاد المستخدم من هذا الشيء فبكون نقل النتائج من المعالج الى الذاكرة الرئيسية وبتتكرر دورة التنفيذ التعلمية طول ما في تعليمات بتعطي كل ما في الجهاز الحاسوب يعطي معلومات انه انت لازم تستمر بتعطيه كمان استمرار صح. هذا الفيديو بيلخص. حبيت اشرح لكم اياها من الفيديو كمان حبيت اشرح لكم اياها بطريقه ثانيه. هلا مثلا انا عندي هاي هلا لما بدي اجيب هدول اخليهم كلهم نفس الشيء هلا باجي بمسكها بالاول بصير اطلع فيها هذا شو اعطاني امر من عقلي انا اعطاني امر انه انا بدي هذا اللون كلها يصير نفس الشيء بيعطي هذه الأوامر لمين؟ للذاكرة بتصير الذاكرة تدور على الأشياء اللي بتساعدني عشان أعمل هذا اللون كلياته نفس الشيء صح؟ بعدين بضل أحاول بضل يعمل بالأوامر بعد ما يعمل الأوامر بيحللها منيح بيحلل كل هاي اللعبة منيح بعدين بيعطيني الأمر إنه هي كيف تنعمل. في حد مش فاهم؟ هلا مين بيحكي لي يا سابع؟ لما نستخدم جهاز الحاسوب جرب عمره فتح أكثر من برنامج بنفس الوقت لما تفتحي مثلا الرسام وتفتحي أغنية وتفتحي على الوورد وتفتحي على الإكسل تفتحوا كل هدول البرامج مع بعض وتشتغلوا عليهم مين بحكي لي شو صار معه؟ تفضل صح مزبوط بيعلق غير هيك تمام حلو برافو عليك بصير عندنا الجهاز بطيء كثير 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 ليه؟ يمكن ما تحمل هذا الكم من البرامج صح غيره لانه بنضل نعطي فيه اوامر باوامر فهو بتكتب الاوامر عليه وبصير في ضغط على الذاكره يعني والمعالجه والاشياء صح مضبوط صح احكي ملا كنت في برامج احيانا الجهاز الوحده المحدده بتعطي حراره فانه بتوقف شوي حتى انه تبرد المحتاج في الحراره فبس هيك انه بعطل الجهاز او بصير بطيء حلو جواب ندى ساعة الذاكرة ممكن تكون قليلة كمان حلو جوابك غير في حدا ضل نجاوب يعني احنا الانسان لما انا اجي احكي لك
اطلعي برا وروحي نظفي وروحي امسحي من هون ونظفي الكتب ونظفي الطاوله اللي انت عليها وبعدين اقراي الكتاب وحلي واجباتك وبعدين تيك توك لي وتنامي وكل هذا الحكي تتحملي؟ في حد بيتحمل يعمل هيك لو حكيت له؟ لا عمره بنسويهم بس تكون على مضض بس بنخلص بننجز بنفس الوقت تقدر تنجزيهم؟ لا مش نفس الوقت مستحيل نفس الشيء جهاز الحاسوب يعني هو بيضل إشي إحنا نستخدمه أداة بسيطة وصغيرة يعني وإحنا اخترعناها الإنسان وأكيد تتميز بالنقص عشان هيك يعني قد ما تعطي الحاسوب أوامر 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 رح بالآخر يصير بطيء كثير ورح يخرب زي ما حكوا ودرجة حرارته رح تعلى ورح يدفع عشان يرتاح يعني هو يعني بحاجة لراحة صح؟ هلأ بدي حد يحكي لي شو سلبياته في له سلبيات في له ايجابيات كل شيء في الدنيا هيك له سلبيات وله ايجابيات مين بيحكي لي شو ايجابيات شو سلبيات تفضلي انه ممكن انه يعمل يجذب الناس عن اشياء ثانيه يكونوا فيها هاي سلبياته صح طيب غيره انا تفضلي بخلي الدماغ بجنبه ببطل افكر لأنه كل إشي بعمل ما يبوصل بتحكي صاحبيتكم إنه إذا إحنا قعدنا على الحاسوب لفترة طويلة ببطل أفكر ببطل أستخدم عقلي هيك كلامك صح مزبوط كلامك صح من إيجابياتها أنا سهلنا كثير زي ما حكينا سهلنا كثير في جوانب الحياة زي التعليم والأعمال التجارية وهذا الأشياء بس ما حسيتي إنه لما سهل لنا هدول الأشياء إحنا بطلنا نشتغل هو في منه بس أنا الحاسوب يعني زرعتنا يعني دقيقات أكثر مين كمان عنده جواب تاني؟ كان في سلبية إنه الشخص من كتر ما بيضغط عليه بصير عنده إدمان يعني يقعد ساعات طويلة عليه هاي من سلبياته كمان صح مضبوط ملاك ولكن بتحكي إنه لما أنت تقعد على اللابتوب أو على الكمبيوتر لفترة طويلة بتصير خلص بطل قادر تقوم عنه وبتصير خلص كل حياتك فيه هو وبتصير بس مشغول بدك تقعد عليه وبتبطل لا تفكر ولا تعرف تاكل ولا تنام مين جرب عمره قعد فترة طويلة طويلة على الكمبيوتر لما غمض عيونه وشاف آخر شي شافه ما حدا عمره صارت معه ما عمركم لما ضليتوا تلعبوا على الألعاب بس خلتوا بتغمضوا عيونكم بتشوفوا اللعبة مبلا مبلا صح؟ صح ليش؟ لأنه هذا بصير خلص مسيطر على عقلك الباطني بصير مسيطر عليك أنت بصير بس كل حياتك أنك بدك أنت تصحى من النوم تروح على اللابتوب وتنام وتروح عليه هيك بتصير هلا هذا الكمبيوتر شو وحدة قياسه سرعته وعلى شو بتعتمد هلا زي ما حكينا قبل انه احنا اذا استعملنا الكمبيوتر لاكثر من برنامج رح يصير بطيء صح بعد ما يصير بطيء الكمبيوتر بتصير ايش يعني ايش اللي بياثر عليه ايش اللي بيعتمد عليه في سرعته هو ايش بيعتمد مثلا على حد يحكي تفضل الشباب حينكم جواب حجم السي بي يو بتكون بالمئات غيره سرعة السرعة ايش بتعتمد سرعة الجهاز تفضل سرعة على مساحة الذاكرة صح كمان تفضل عدد العمليات اللي بنفذها المعالج كمان صح ممتازة تفضل نظام الجهاز احسنتي برافو عليك في حد عنده جواب ثاني هلا الجهاز الحاسوب يعتمد على الوسط الناقل الجهاز اللي احنا بنستخدمه الوسط الناقل وحجم الذاكره زي ما حكوا زملائكم وحجم السي بي يو زي ما حكى زملائكم هذا كله بيعتمد عليه فلما احنا بنستخدمه لاكثر من شيء ذاكرته بتضعف بتصير ذاكرته صغيره لانه عليه برامج كثير فبصير يبطا شوي شوي وبصير يضعف هلا سرعه قياس الحاسوب بتنقاس بوحده مين بيعرفها تفضل برافو عليك الهيرتز نسبة لأي عالم برافو عليكم هلا في عندي ورقة عمل بدي أقسمكم لأربع مجموعات من هون أربعة أربعة بدي أحلها مع بعض هلا اللي بده يحل أول شيء كل مجموعة رح تحل سؤال منها وكل واحد بده يحل حتى عنده جواب رح يكون في جائزة تمام من ضمن أخذ خلاص يلا شوف فكروا كلكم مع بعض
ما رح أسأل كل مجموعة بس الأسئلة بالترتيب، رح أسأل هيك مخربشة، ويمكن أسأل السؤال مرتين. ايش بتعملوا؟ بدي اياكم تحلوا مع بعض، مش كل واحد لحاله بالمجموعة. هيك كل واحدة بتحل بسؤال كأنه كنا مع بعض، بس كل واحدة بتكتب واحد مشان ما تسألي نجاوب كلنا. مراحل تنفيذ العملية التعليمية بدي تكتبوهم، المراحل التنفيذ بدي تكتبوهم، وكل واحد بده يحكي لي واحدة بده يشرح لي إياها. مين خلص؟ ما حدا؟ ايش المقصود بالبرنامج المخزن؟ ايش يعني البرنامج المخزن؟ مين ما عرفه؟ خلصتوا؟ مين كمان خلص؟ كمان انتوا خلصتوا؟ البرنامج المخزن ايش يعني؟ برنامج مخزن على الحاسوب ايش يعني؟ برنامج، انت حفظتي برنامج على الحاسوب، شو يعني هذا الشيء؟ اكتبي اللي بتعرفي. ما عرفت ولا واحدة فيكم؟ لا، بس ما شو عندكم افكار وبنحكي كلنا. ايش بتعرفوا؟ في حد دل على اشي؟ خلصتوا كلكم؟ بدنا نتناقش فيها كلنا سوا. خلص بكفي هيك. يلا مين بيحب تبلش؟
مين مش رافع ايده؟ هنان بلش فيكي. جابي لي السؤال الثالث، اقرأي لي اياه. سرعة جهاز الحاسوب تعتمد على حجم الذاكرة، وعندنا كمان سرعة المعالج والعمليات المطلوبة من نفس الحاسوب. مين بعيد لي شو حكات؟ تفضلي سامي. حكت عن حجم الذاكرة وحكت الوسط الناقل وكمان عدد العمليات يعني اللي بنقوم فيها في الأمين. أحسنت التنتين. يلا مين بيحب يجاوب السؤال الثاني؟ بلشي انت. ما هي المراحل تنفيذ التعليم؟ علي لي صوتك شوي. ما هي مراحل تنفيذ التعليم داخل الحاسوب؟ مرحلة الإحضار. احكي لي بس مرحلة واحدة واشرحي لي. مرحلة الإحضار هي إرسال أمر إلى الذاكرة لإحضار التعليمة، وتقوم الذاكرة بتجهيز التعليمة ونقلها إلى الذاكرة الرئيسية. في حد سمع إيش حكى؟ في حد سمع ايش حكى؟ علي صوتك ارجعي عندي. مرحلة الإحضار إرسال أمر إلى الذاكرة لإحضار التعليمة، وتقوم الذاكرة بتجهيزها ونقلها إلى الذاكرة الرئيسية. مين بيعيد ايش حكى؟ تفضلي ندى. مرحلة الإحضار إنه يكون معالج إرسال معلومة، بعدين بنقوم الذاكرة تجهيز المعلومة، بعدين بنقلها من الذاكرة الرئيسية إلى ذاكرة المعالج المعالجة. ممتازة أنت. ليش تجاوب لي السؤال الأول؟ ما الفرق بين المعلومات والبيانات والتعليمات؟ البيانات هي اللي بندخل الأشياء اللي بندخلها للحاسوب قبل ما يتم معالجتها، والمعلومات هي البيانات بعد المعالجة، والتعليمات هي الأوامر. برافو عليك. نرجع للسؤال الثالث، هي حكت بس واحدة، مين بيحكي لي الثانية؟ تفضلي ألا. مرحلة فك شفرة التعليمية يقوم معالجة التحليل التعليمي لتحديد ما هي العملية المطلوب تنفيذها. مين بيحكي لي الثالثة؟ تفضلي ملاك. بدي تنفيذ التعليمية بتقوم بحمك المعالجة بتنفيذ العمليات التي تم اختارها. برافو عليك ملاك. لا ضل عنا واحدة. تفضلي. انتهاء مرحلة التنفيذ بيكون يتم نقل المعلومة المنتشرة للمعالج للذاكرة. برافو عليك فتحة. هلا ضل لنا سؤال، مين بتحب يجاوبه؟ ما بدي ريم، بدي حدا تاني ولا صفاء؟ مريم. ما المقصود بالبرنامج مخزن في الذاكرة؟ هو برنامج مخزن في الذاكرة نستطيع استخدامه في أي وقت ويخزن. سمعتي ألا؟ فهمتي إيش حكت؟ تعيدي لي إيش حكت؟ هو الجهاز الموجود في الذاكرة. البرنامج. البرنامج الموجود في الذاكرة بخزن معلومات عليه. ايش ندى؟ سمعتيها ايش حكت؟ انا بحكي. لما انت تيجي تكتبي على مثلا على برنامج الوورد، كتبتي معلومات، هاي المعلومات عملتي لها سيف، مش نعمل حفظ، عملتي لها سيف، بعدين طلعتي من البرنامج، هذا البرنامج شو صار اسمه؟ برنامج مخزن. لما بدك تيجي تسكري الجهاز الحاسوب وترجعي تفوتي عليه كمان مرة، رح يكون سهل عليك انك تلاقي. بس لو دخلتي اشتغلتي على البرنامج وما عملتي له حفظ وطفيتي جهاز الحاسوب، شو رح يصير للبرنامج؟ هذا هو البرنامج المخزن اللي ما عرفته. ضل عنا اي سؤال؟ هلا بدي اطلب من واحد فيكم يطلع هون يحكي لي معلومه فهمها من الدرس. مين بيحب يطلع؟ تفضلي سامي. المعلومة اللي استفدتها من الدرس أن الفرق ما بين المعلومات والبيانات والتعليمات، بحيث أن البيانات هي عبارة عن المواد الخام، يعني أول إشي قبل يعني هذا المعلومات اللي إحنا نجمعهم وأنهم بيكونوا قبل ما إحنا نعمل على معالجتهم. في المقابل هاي البيانات، في المقابل المعلومات هي عبارة عن يعني معلومات بعد ما إحنا عالجناها، زي مثلا أن بدنا نحولها لرسمة بيانية أو بدنا نحولها لنص كتابة. والتعليمات هم عبارة عن الأوامر اللي إحنا بنعطيهم يعني لهدول المعلومات، زي مثلا أنه بدنا نطبعهم أو بدنا ننسقهم أو إشي زي هيك. برافو عليك زكول. هاستنى شوف. مين كمان بيحب يطلع يجرب؟ تفضلي ندى. هلا رح أطلعكم بدون ما ترفعوا إيديكم. نبدا
عن مراحل العملية التعليمية. أول شيء نجهز المعلومة ننقلها إلى الذاكرة، بعدين نعمل معالجيها، ممكن الذاكرة الرئيسية ذاكرة معالج، بعدين نفك الشيفرة، بعدين تنفيذ المعلومة نبتدي نطبقها، وبعدين انتهاء مرحلة التنفيذ اللي هي من موديها من الذاكرة الرئيسية من المعالج إلى الذاكرة الرئيسية ليتم عرضها. برافو عليك. ما فهمتي ولا شيء من الدرس؟ اطلع احكي لي شو بس معلومة واحدة. ندى ما بي سرعة الجهاز الحاسوبي بتعتمد على حجم الذاكرة وحجم السي بي يو على الوسط الناقل. برافو عليك. تفضل. مين كمان بيطلع؟ تطلع رشا. البرنامج المخزن في الذاكرة هو البرنامج اللي بضل محفوظ على الجهاز حتى لو عملنا إعادة تشغيل الجهاز والجانب الإنترنت بضل محفوظ. صح، برافو عليك. تفضل. هلا أنا بدي أطلب منكم طلب. اليوم بس تروحوا على البيت بدي إياكم تفوتوا على برنامج وتعملوا عليه، تعملوا لي عليه واجب. بدكم تفوتوا على الرسام أو على الوورد أو على الإكسل. بدي حدا يعمل لي عليه معلومات ويجيبوا الحصة الجاي معه، وبدي تحكوا لي كيف عملتوا عليه وكيف دخلتوا على البرنامج وكيف عملتوا. في حد بيعرف قبل ما نخلي هذا واجب كيف بنفوت على البرنامج؟ وين بينحفظ لما نكون مفتوح ولما يتسكر؟ تفضلي سهى. بنروح اول اشي على ستارت، بعدين بنختار البرنامج اللي احنا بدنا اياه وبنفتحه وبنشتغل على، يعني بنكتب مثلا او بنرسم او بنعمل الاشي اللي بدنا اياه وبنحط على سيف، بيكون في فوق شريط للقوائم يعني بنحط على حفظ، وانه بعدين بنحدد المكان اللي بدنا اياه نحفظه وخلص. طيب لو طلعتي منه وانت ما سكرتي عملتي له تصغير وين بيكون؟ مع الشريط تحت. برافو عليك. بيكون على شريط انت. لليوم كفي لهيك لليوم، يعطيكم العافيه.